شيخ نهيال بن مبارك الله يحفظه وعيد بن سيف بن فاضل بن نادر صالحون القبيسي طارش هلال بن سيف عمه سعيد أحمد الشيبة هذي يستخبروا سعيد بن عبد الجليل سعيد بن عبد الجليل الفهيم هذا أبوي سعيد بن عبد الجليل الفهيم هذا سعيد بن عبد الجليل فيه ما اللي تشوفون الوافي اللي يوصل العرب كلها اني ما عرفته هذا عبد الله بن غرير بن عويان القبيسي ها من يقول عمره 45 اللي يشوف والله يتحرى عمره 25 ما شاء الله عليه هذا تحت ولده استطر علي يمزح لابو ولده ولا الله قال هاك محمد بن عبد الله بن الشيبي وهذا بن هيان الله يحفظه السلام عليكم بن هيان ايش حالك الله يحفظك كيف انت ما عليه ابوي عميد السلك الدبلوماسي بويوها ما شاء الله تبارك الرحمن عميد السلك الدبلوماسي لدى مجلس المشرف بويوها السلام عليك قل عرفنا لك طيب هاي ابوي ساري ضارب اقولكم ها كمبني لبراي براي سلم هالنمونه راشد بن سالم طارش بن عتيج القبيسي والله خوشمه وعدتوك كيف حالك كيف انت الحمد لله لا خلينا منك كان العرب هلك بخير انا بخير ما عليهم باس هو بخير انا هو بخير الشد هو بخير بس انا بخير الحمد لله يعلك دوم بخير الحمد لله ما زين يراتنا ابو في مدينه زايد الحمد لله ما زين هم نيره الحمد لله عشنا وانبسطنا وياكم هاي الليره الفنانه ما زين من وقت أكينا ثمية لسورة دام والله ما سيب لام سرت لي وثري ما عنكم غنى إيش حالك كيف أنت إن شاء الله بخير قربوا عندي الله يسلمك الله هو قد عندي باشر الله يسلمك قد عندي قربوا محمد مرحبا راشد بن درويش والله مليون مرحبا مليون مرحبا أبو عتيج إيش حالك كيف أنت طول عمرك تعرف ما يتباني أيك أنا بأيك في ليوة مرحبا استاذ اي نعم يوم بيقيض دباس بيك من يقيض دباس بي ايش رايك انت بتمر ولا شيء يا عل عمرك طويل والله يا عل عمرك طويل على الله يسر وسلم على الفريق كامل مره ما اخصلك حد لا خليك احبك يرحم والديك احبك والدينا والديك الله يحفظك لا الله يتمنك من الاول دخيلك قالت شيبه ولا ريحايتن فيك هي وظن من لا ماك بايوز حتى قريبي ما يداني يكلي من نظرتك يا اسمي حفوس لا اله الا صح ايه وحده قلت يا حرة في اليوم ما تخوس نعم ليبها الدختر والادواه منو عاد ليبها ييبها ابو نهد مركوز هي تغني دائم حدا لا اله الا الله يحفظك يعلك فداه الرحمن يعلك ان شاء الله ان شاء الله طالعوا لنا فرصه العيال خبروه زين طلعوا لنا فرصه يعلك فداعه الرحمن يا ابو عتيج على هالاساس العزه ثلاثة ايام سبحان الله حد مشغول حد مداوم حد مسافر حد شرق حد غرب حد ما بصاحي يكون سبحان الله يكون يروم يوصل للعرب شو ما شاء الله اليوم العرب اكثر عن امس اليوم العرب اكثر عن امس لان امس صار في يوم الخميس و زين خالد كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يسلمك ويحفظك. منو هالرجال الزين اللي عدالك؟ ايش خالد بن احمد؟ خالد بن احمد بن شيبه؟ ما شاء الله انتاج جميل عيال شيبه؟ ما شاء الله ما شاء الله. اي والله غير نمونه. هذا الرجال معرسه؟ هذا؟ اي يبغى ياخذ الثانيه الحين. والله يا ابوك. اي شوف انت والله غير تقص خشمه الاوليه. الله يحفظكم
وينو؟ هذا يوسف ولد محمد رسول. اي والله والنعم. هزاع كيف حالك؟ الله هالريال اللي وياك منو؟ والله والنعم. ايش حالك؟ كيف انت؟ الله يسلمك. هذا اللي تشوفونه عتيج والطارج بن عتيج، هاك اللي حين وياه مرزوق وحين وياه راشد. اي بكر طارج بن عتيج، هذا عتيج. انا ويا سنايل من مواليد مدينه زايد، هذا اعتقد انه مواليد مدينه زايد. اي وين احنا في راس تنوره، وهذا ابوي هني. نحن طايحين في ارامكو، طايحين في لكن نفس الوقت يعني نحن في ارامكو. هاي الهني هذا يوسف ولد حياه محمد رسول. اقول لك عثمان ولد عمي صديق. هي يا ربي، هذا انت صديق هالنمونة؟ نعم، الحرمة الثانية هاي. اي قلت انا في خاطري. اي لا لا قلت شوفه الويه لي تعرف كل العلوم عنهم. الويه لي لكي ما مدين زايد. اي الله يحفظك. ما اعرف يلا ياي. هذا الرجال ابو هالرجال. اقول لك انت عبد الله هالرجال منو؟ هذا هي سلطان. سلطان سكب. سلطان. وهذا هذا عبد الرحيم عبد الله. انت منو عيته وتقول لي؟ لا سيد عرب. واحد سيد عرب. واحد اسمه عارف سيد عرب. سعود ما تعرف سيد عرب؟ سعيد عرب ايش ترى؟ اخو زوجتك. اعطاني اخو اقول زوج اختك سعيد. الحين عرفته. الحين عرف والله والنعم. هذا ابوي تحيدون الملك فاروق. هذا الملك فاروق بزمه وعراه. إيلس حبيبي إيلس إيلس. أنت ملك مفروض أبوي ما تنش. هذا الملك فاروق. هذا مدير مبيعات السلز في وكالة المسعود في الشوروم اللي في الخالدية. أبوي اللي منكم بيصير الوكالة وما بيسوي له خصم، بس يدق لي تليفون لي طرش لي سناب. لا مره برتعد عليه لأذن عليه كذا مكاوي. الله الله في الشعب ما نروم نحن. هي روح حم ابوي ماي تحاصير. الله يحفظك ان شاء الله. كيف انت؟ الله يحفظك يبارك فيك يطول بعمرك. الله 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 في الشعب. شوف 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 خلني بلقى. شوف شو هذاك لا تصور من غير ما يشاء الحين قفط وين شفتك وانت تصور سعد خبر خير. شوف ما شاء الله. ما شاء الله محمد سبحان الله. محمد سبحان الله الميالس هذه وفرت على الناس ولمت العرب جمع الناس. هي والله اللهم لك الحمد. هذا هاي كلها من 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 تعليمات القياده الله يحفظهم. الله طول يعني. هي نعم لو ما بهم ما استوى هذا الشيء كله. صحيح. طلع امر الحمد لله. طلع امر من شيخ خليفه بن زايد الله يحفظه ان كل فريج له ميلس. كل فريج له ميلس تشوفونه طوله طول وعرضه عرض. حب واحد ثلاثه اربعه ميارس كلهم في نفس المكان. اذا يكون هذا فيه فرح يمكن هذاك حد عنده حزن، هذاك اللي عنده خطوبه، كلها مناسبات تستوي في نفس شيء جميل. في شيء جميل وايد زين انك انت تلقط في هالمكان للي يعني ما عنده ميلس عود ولا شياته. سبحان الله فرب العالمين مسخر هالحكومه لخدمه هالشعب. ليش هالشعب يموتون في القياده؟ يعشقون الارض اللي تمشي عليها القياده. شفنا القياده ابوي لوت على الشعب. فلادمي قال احبك يا ولدي، قال احبك يا نافعي، احبك يا ولدي، احبك يا نافعي. والحمد لله على ما تشوفون لا شيء كلافه، الامور تساهيل، القهوة والماء وخيرات الله، اللهم لك الحمد. الوادم الاول يوم يستوي عزة ولا يستوي شيات ولا فرح الناس تتغربل. سبحان الله حد ما عنده امكانيه، حد بيته ضيق، حد ما لقط له مكان في فندق. الحين هذا اخير عن الخيام واخير عن الفنادق. فايف ستار ابدا بلياوين ودنيا ومجهوين ومدخنه وعلم وخبره شيء مهول تبارك الرحمن. هذا الله يحفظكم ولد ولد سيف بن راشد بن خديه، ولد راشد بن احمد بن خديه القبيسي. واقف لقطتك وصورتك سويت لك زوم بعد.
الله يحفظكم. محمد بن دري القبيسي. السلام عليكم. هذا هاشم، هاشم قوم السيد عديبه من يوم نحن في اول اعدادي. امسات مطرش صوره هو يا اخوان، ما شفته من 37 سنه واليوم شفته. يا ربي يا هاشم، والله ولا تغير حتى والله غدا قوي يوم كبر. هاشم بحط صورك الاوليات تراني، بحط بسوي مقارنه بين القديم والحاضر. هذا بياها احمد. شو احمد هذا؟ شو احمد؟ احمد ساري. ساري من هالسويحان. هالسويحان اي ترى ابوي هالاسم مميز ما يخصه الا في هالسويحان، 90% من هالسويحان مسمين ساري. ها مزاريع هذا اللي تشوفه ساري المزروعي. القبيسات هني انسابهم تسب كل نسيب. هي هذا تحب ساري، ابو ساري هذا نسيبه، هذا ما خبنت هاي مسمي زاد ولده هاي يسمونه ابو ساري على ساري هذا العود. الله يحفظه ويطول عمره. شوفوا يا من سويحان هذا الله يحفظكم. وصول ياسر بن محمد بن سعيد بن خديه. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالورد. حي فضل الله، حي البركه. محمد مرحبا والله. مرحبا مرحبا ابو محمد. لا انت كل حبه تقبض فيه انت مره. مرحبا ابو عبد الله. ابو عبد الله كل حد من المتابعين مطرش لكم تعزيه من جميع انحاء العالم. كل حد كل حد انتم بالذات الله يطول بعمرهم يعزونك انت ويعزون هالبيت ويعزون هلال ويعزون هالبيت. جزاهم الله خير كلهم، ما قصروا، ما حد يقصر. صار عنك الشر. ها سويدان بالحرقو. السلام عليك. سلام. ايش حالك؟ هاربي لندن عاده. هلال 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 ابوي كل حد ابوي يسلم عليك انت وفريجك وكلن كلن يعزيك ويتخلف لك. الله يسلمهم كلهم كلهم. جزاهم الله خير اللي وصل واللي اتصل. جزاهم الله خير. الله يسلمك. الله ياجركم ان شاء الله. اخر الاحزان. يلا صلبنا عاد انت. انت صلبنا. ما يستوي بعد. احنا هذوني. ها يلا 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 اكبر زوم بوي. هذا الرجال امس ما قصر هنا في ارض المعارض، ابدا يجرب لنا واطعمنا وتم يغرفلنا وجد من العراب كلها من الاكلها الطيب. جزاه الله خير. محمد عبيد شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا. ايش نسوي؟ هل بدنا نكبر وسيده قد صلى قامه؟ ها وين ساير؟ شفت وادي بالله تمنيناك ويانا. ما عزمتني في وادي هذاك. اي نعم وادي التهلكه. يلا لو عزمني بروح. ابراهيم كيف حالك؟ الله يسلمك. هذا الخبير؟ هذا الخبير. اي نعم هذا الخبير اللي تشوفه. هذا الخبير توني اشوفه لايف. سبحان الله يحب. ما صار وياكم؟ وين ما صار؟ ولا موجود يوم وادي التهلكه؟ ترى ريما ري والله هنا في الصحراء. هذا بطل من ابطال الفيلم. لا التصوير هو اللي كان. اي صدق شوف من كثر ما انت مقل في التصوير ابو ابراهيم. هذا كان ابوي كان هو المصور حسبتي ما شافه. سويدان رمسوني عن اللحية، حد يقول شلها وحد يقول خلها وحد يقول اصبغها، بتازم هالنمونة حددناها ورقم واحد بخلي ابوها نيو ستايل. هذا نيو ستايل. هذا قلنا ابوي إذا أن الله أنجانا من حنفوق ذيبل
والله عصمنا ونزلنا ابوي تحت بخير وسهاله وما شلنا الوادي لربي هاللحيه. استغفر الله العظيم سلمنا وحين خلاص بنربي هاللحيه. مالك انت؟ والله؟ بني انا دايس عليها؟ بني كعبه شوف فنعالك؟ ما شاء الله عليك. فريات قلت اول من شو الاول؟ زين شو اسوي؟ قلت الحين انت من والله يحفظك؟ انا دكتور مجدي المبارك. لبي؟ دكتور مجدي المبارك. مرحبا مرحبا دكتور. كيف حالك الله يحفظك؟ دكتور دراسه ولا دكتور اوادم ولا شو؟ لا دكتور اوادم بس الحين اكثر شيء في الاداره الطبيه. آه تبارك الرحمن. نعم. الله يحفظك يا دكتور. لا استغربت ان عال كعب. زين شو لساني علي نفسي لازم الله يحفظك يبارك فيك. مشكور يا دكتور مشكور. بدال ما كل واحد قابض مصباح ويسبح كل واحد قابض تليفونه. انا ابوكم مدمنين. ها زين زين ترى زين حشو قلنا حينا زين طاع يظهر هو قدام الله. قال صرخان صرخان من ترياها. يقول قال لي عيدي شو معناها؟ قلت هذا نسب قلبك طويل الامل. اقول هذا الرجال بيشافنا في مصر سبحان الله من مصر من مصر بيجينا هني في المشرف. اقول من عقب لقاء القاهره تلاقينا في المشرف. يا مرحبا يا ابو الله يرحبك على فضله. ايش حالك الله يسلمك كيف انت؟ هذا الرجال احمد عتيج رميثي هو الاول يذكرون من حد يشوفه طلعوا سياره سبارو من يطرونه احمد لان اظني هو أظن يد ولا أبوه ولا هو وكيل السبارو وإداري في نادي الجزيرة ومن يطرون طروا السبارو رجال طيب صداقة قديم من يوم نحن يهال وياه الله يحفظه. ها كلم الأول إنتاج مدينة زايد يقولنا نطريهم فلان وعلان فلان وعلان ها كلهم أبوي اللي تشوفونهم كله إنتاج مدينة زايد. مدينة زايد منطقة مساحة أظن 2 كيلو في 2 كيلو طول بعرض يقير ضم أمة لا إله إلا الله ضم أمة لا إله إلا الله. هالكلام عم بحينه كلام قبل 40 سنة حينه بضل بكبرها ما شاء الله ما ضم اللوادب من كثر عيلة وعيال ويا أبو عيال وعيال عيال ويا أبو عيال. اللي يسأل جاوبت أنا كني مساعد على السؤال. أنا ما سمعت أبوي السؤال إنك هل إن اللحية فترة مؤقتة ولا لا؟ لا أبوي هاي دائم خلاص الحين اللحية هي نع بيضة عاد ولا ملحة هي كان برايها زين شو اسوي؟ بس اسوي شيء اصبغ بتغذي زين اظنك؟ ايه وناصر اصبغها ولا ما اصبغها؟ شيء بسيط والله على رايك اللي تحبه زين مني سوده وخلي مخلص بيضة بيضة شيء اللي هي تكون هالشيء ما بغاوي؟ لا هم يقولون شيء او ان ابره تدقها في وجهك بدل ما تصبغ الوجه يغذي الوجه لحيك تسوده ابره ابره يقولون ابرتين عيال صدق والله ايش تراني بعد ابه هي والله يقولون ذمه من قال ذمه الرواوي يقول ناس كذب ايش ماشي يا ابر لا لا ابره تضربها في سطارك يغدي الوجه ابدا دور الشعر بيضه بتفك كم يتم 3 شهور والله يستر الله يحفظك يا ابو محمد الله يطول عمرك يعطيك العافيه مانيكم في مكروه عظم الله اجرك أجرنا وأجرك الله يحفظك يا ياسر الله يحفظك يا ولد خالي الحبيب لا خلينا منك ولا من اسمك يا فديت كبدك أنا الريالي وراك الخبير الله يحفظك يا أبو محمد على فداعة الرحمن.
انا ابو 45 سنه انزين انا ابو 45 انت كم حي انت شو غادي انت يدي مستوي انزين ايش اسوي عاد الحين اكل ابو تغلبكر الله يا ريال بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك ابوي ها قبيسات يتربعون هذا خليفه اكبر عني شوفه كلم ابوي اكبر عنك هذا كلم ابوي اكبر عنه هذا ابوي اصغر واحد لكن بساعه ترى اسوي وياكم سوالف على الله يحفظك ان شاء الله يا ابو غريب لا خلينا يعلك في ذات الرحمن الله يحفظك الله يحفظك وطننا عيض المنهالي أبو محمد زنيد بن كنيش بن زنيد القبيسي يعطيك العافية يعطيك العافية يا أبو طنا علي يا ابو طنا شكرا لك خلينا منك الله يطول عمرك يعطيك العافيه ان شاء الله ما اشوفهم الا في فرحه امين امين يعلك دوم فرحان شكرا شكرا على الزياره تحيدونه امير براكه هذا اخو امير براكه علي بطي هذا خلفان بطي هو الامير منطقه براكه وهذا اخوه اللي اصغر بارك بن سعيد إيه؟ المنصوري القصيلي البصيلي لا القصيلي القصيلي المنصوري نعم. والله مليون والنعم الله يحييك صدق تابع ولا لا شيء لا تابع لا خلينا منك نعم ومن متابعينك يعني الاقوياء يعني اللي ما يطوف شيء شوف انت نعم الله يبارك فيك هذا واحد منهم الله يحفظك بارك بن سعيد بن عابد القصيلي القصيلي المنصوري نعم والله الناس كامل تبع شيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان شاب جماعة كيف انت الله يسلم الله يحفظك يا خليفة ان شاء الله يلا وين حامد شيخ حامد من خادم من بطي سالم هذا نسيب بوساري أبو كلهم أنساب بوساري كلهم بيها السبيحان اسمي نفعو نفعت العرب هالبيالس بيالس الفرجان نفعت العرب نعم منها فعت العرب ها ميلس المشرف اللي يابوين خاري ناهيك عن المياس اللي داخل ناهيك عن المجالس الجانبية الصباطات اللي يعني مداخل مخارج شيء في منتهى الروعة الحمد لله رب العالمين جزاهم الله خير عن كل المسلمين الله يا محمد
يعني أفداك. هذا حمدان ولد عوض بن طريف. محمد سوينا مشاكل. لا يعني أفداك. أقولكم هذا والله يا أبوكم. يا عنده أبو. لا إله إلا الله. اسمه عوض طريف. لا إله إلا الله. وقسما بالله العظيم والله ينف كان فتنة يوم يمشي في أبو ظبي فتنة كان شيء بني آدم فتنة عوض طريف أبوه تعال فلا صلي صلي معزي نعم أبوه سمون عوض طريف هذا هل أبو ظبي وهل العين وهل دبي وهل الكويت كلهم يعرفون من وطري عوض طريف يا أبوكم كان فتنة شوفته تزيغ العقل يعني تض اللي خطف كان رجال ولا حرمه ما عليه باس لا لا نطرح لا لا ما عليه باس هذا اللي تشوف على ما تشوفون هذا ما يجي نقطه من محيط بالنسبه لزين اللبو اوه سمعتوا زين اللي وجه في الماشي هذا زين ابوه قبل 30 سنه ما عليه باس من اللعب ما عليه باس فهذا هذا انتاجه هذا انتاج عواد طريف ها ابوي محمد طالب منك ما تحطه خلاص تم الرميثي اللي مساء صورناه وقلنا لكم عن سالفة السبارم ترى رئيس تو وايد جتني ردود كل واقعوني لا تقول ليش وديت لي زيها رئيس نادي ما شو اسمه ما نادي الوحدة وين وديت الجزيرة ما يخصها في الوحدة ما يخصها في الجزيرة يخصها في الوحدة رئيس ما بيشوف رتب كبير عنده دراني عاد أنا قلت الحين نصحح طارق المسعود سبحان الله العالم هاي كلها من يومين يعني قبل اسبوعين تقريبا يتعزي واليوم هو يرد ترى السير والجي العزاء الحضور حضور الافراح والاحزان ها كل سلف ودين كل سلف ودين راشد صدياي ايش حالك سلمك ولد هذا المولوي محمد لي محمد خلف محمد خلف المزروعي اي وهذا محمد طارش محمد طارش هذا اي الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد ما فارق عيد بن سيف دقيقة من يأ وهم يرمسون ضربة يا الله يا رب تحافظه ها عيال حياة عبد الخالق عبد الغفار ومحمد هذا محمد ولد عيال عبد الخالق يرانا الأول عبد الغفار ومحمد عيال عبد الخالق هذا محمد ويجي قدام هذا عبد الغفار أبو أحمد طارق المسعود بابا قادر زين تمام السلام عليكم حبيبي جود مورنينج مورنينج وين نروح هلا هنا حبيبي رياضة كم في رياضة اليوم سي 4 زبردست حبيبي ولا يلا 4 باليوم صبح رياضة امس ما في رياضة ليش أمس في مطر بس صبح ما في رياضة كل الناس في رياضة صبح في رياضة
على صلاح حبيبي تعبان هذا اللي هنا اربع خلص شويه بس ها وين لا رياضه تخلص ها ايه وصل البيت خلص الحين خلص بس وصل البيت افتح بقى انت وين السلام عليكم هلي انا موجود اللي جي سلم بس سي فيديو وتعرش صحصحت اليوم صلاح سي حروس وانت سي كله والله سي سلم ابو خيد هذا يجي انت تقول ابو خيد وين بيت ما هو رو سوا سوا سي سلم اول حجي سا من يومين ما شناه وين تروح الحين اي ابو بيت تصبروا ويجلس باقي صح خلى قهوه خلاص الحمد لله سوي صب عليه حق منو ها حجي صب صب يجي ما وين هذا حجي هذا معي هذا اهل السماء هذيني لا 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 شوف ايه اللي يخليها يجيني على يد زين خال بقى اليوم بارد صار يبل مسحوح يبل تبارك الرحمن وربكم يا ليت تعبدون يعني تجسدت النص تظهر منه وهذا لا والله الثلث ظهر وهذا الثلثين كلها سحوح يبل 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 سح يعل ان شاء الله عمر ليابه عمر شعيب النبي يعل ان شاء الله عمر الطعامه وقعامه كلها عيوش 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 ويميع القندات والقهاوي والدنيا ونفسه ولي من دبين هذا كان دبو هذا يا العمرك عد حب العيش اللي داخل كامل يا ربي كل يونية فيها ابويا يمكن 10 ملايين حب وبتغدي عنب وكم غدي عمرك لا بس عليك 100 سنة بس عليك 100 سنة قولي آمين. آمين. شكراً. عفواً. أبوي هدية جايتنا الهدية على الله يحفظكم مع تحية شو مع أطيب مع أطيب التحيات مع أطيب التمنيات. تبتشروا بس أطيب التمنيات ما شيء كأن شيء ناقص واضحة بنت عبد الله السويدي طال عمرك يا بنت عبد الله طال عمرك حليل شيء واضحة. وافي يا بنت عبد الله بن طاعش مطر شعاده يلا نزلي تحت يلا هير دام اند ذس از ذا موست امبورتنت فور مي اند ذس وان اولسو يلا اوبن وان باي وان يلا فيرت ذس وان ايوه اوبن أيوة طرشين أبوي بشمك إيه هذا حق الليلة جاي من دار بعيدة هذا حق الليلة شكرا
شكرا يا بنت عبد الله. شكرا يا برنج سبون سبون بسرعه كوكلي. يلا ساسابول يلا. اي انقفضي حتى في خاطري مستعيره في خاطري عارف شو داخل هذا. اوبن اوبن سنقيس قبضي. ايوه يا سلام يا سلام يا سلام. هذا ابوي البشمك اللي مخدوم بالدبس والله ريحته ينهى قادي غير نونه ولا بيهون باقي لها عن خاطري شويونه. يلا ثانك يو شويونه. اوبن اوبن يلا اوبن اوبن. مشكور يا بنت عبد الله. اسمك روحه اسمك روحه فنان اسمك روحه اسمك روحه يهز بلاد. مشكوره يا بنت عبد الله. يلا شو ظنكم؟ هلا هلا الحرارات. يلا يلا خلا. مشكوره مشكوره يا وضحه على هالحرارات الشيوخيات. هذا وين بيهون علي ياكل فيها شيء هاي بس عاده بس يا رب لا تسوي الحس. وين بيهون علي الله يقطع حتى الرمسه. وين بيهون علي ياكل فيها شيء ولا اقضي هذه ولا وين في يهون علي غرف حتى فيها شيء يا بوت. حتى ما ينسخن لا ينسخن تحطين فيهن لا حار ولا بارد ولا مرقى ولا هريسه. ما تحطون فيهن زعفران يحطون فيهن عود. هابوك ما يحطون فيه زعفران ولا عود. ما بيهون علي يحط فيه اكل. يا ربي غميضه يا ابوك غميضه يا بنت عبد الله. المهم شكرا جزيلا ابوي. هاي ايات من بقعه بعيده بيننا وبينهم برور وبحور. لا حد يسالني يقول ما وين يبونهم وين يبونهم ما يخصني. شكرا جزيلا. محمد مساك الله بالخير. الله رأي وشوري عليك زي ما هي. ها شوف الشاب تركها زي ما هي والله نيولك رقم واحد. الشاب مو عيب اللي يجي من الله يا هلا.